يعني حسن كان بيكذب على نفسه وهو بيعمل كده عشان يجمع فلوس. لا ما زعلنيش، لان لا الحقيقه لا، لان اقول لك ليه، لان انا كنت صادق في اللي انا بعمله. يعني لما عملت الشخصيه ديت كان كل هدفي ان انا اوصل للناس الاحساس انها تصدقني، ده اهم حاجه. فكان هتتشتم ليه يعني؟ هو طبعا المداح كان جمهور عام قوي قوي قوي، وكان بيتعرض على قناة مهمة قوي، ومسلسل مؤثر مع الناس من الجزء الاولاني والجزء الثاني، فيه تطورات كبيرة وفي احداث شيقة جدا وفي تطورات لكل الشخصيات. فاحنا تعبنا فيه، فالتعب ده بان وبان نجاحه عند الناس وبان في الشارع قوي. المداح بان قوي. اللي هو السحر والشعوذة هو مذكور في القرآن الكريم، وأنا مؤمن بالقرآن الكريم، يبقى صح. عمرك اتعرضت لحاجة زي دي؟ لا الحمد لله، ما بحبش الحاجات دي أصلا. عمرك ما اتعرضت؟ لا الحمد لله. طب أثناء تصوير المسلسل حاجة حصلت في الكواليس غريبة؟ حاجة وقعت، حاجة اتكسرت، إضاءة؟ والله حمادة حصل له كده، أنا ما حصليش. لا أنا كنت لسه ما حصلكش لا 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 حاجة خالص. لا 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 طبعا، ما لا لا ما حاولتش يعني، ما جالكش حب استطلاع مثلا؟ لا ما عندي فعلا. لا الحاجات دي بتبقى قرب من الشيطان والحاجات دي، انا مالي ما انا بحبش الكلام ده يعني. ما عندكش اي حب؟ ولا لا استطلاع في الحاجات دي ما عنديش، لا خالص. ولا فكر. طب ايه رايك في اللي حصل في المسلسل؟ يعني ممكن حد فعلا يعمل كده، يعتمد على نفسه ويعالج نفسه وكل حد يقرب؟ لا هو شخصية صابر المداح شخصية مبروكة، فبنلاقي ناس كده هو في الحياة اللي هو يعني بيبقى طيب وقلب أبيض قوي واصل لربنا قوي، ويعني ولما بيقول أذكار مثلا على حد أو حاجة أو بتاع بيبقى ليه تأثير إلى حد ما، فهو بيلعب الشخصية دي. الواقع عندنا في حاجات شبه كده على ما اسمع وعلى ما موجود على السوشيال ميديا والفيديوهات والحاجات دي. والله شخصية مليكة انا بعتبرها اسقاط اكتر من ناحية. يعني مليكة موجودة في شخص العدو في الحياة بشكل عام، يعني انت بتحارب عدو، ومليكة بحس ان هي يعني ما هو الشيطان عدو البني ادم، هي نفس الفكرة. شخصية صابر، بصي هو الجزء الروحاني دوت كان ناحية حمادة أكتر، لكن هنا لا ده دخلت بشكل لا بشكل كوميدي بشكل بتاع، لكن مش يعني حسن كان بيكذب على نفسه وهو بيعمل كده عشان يجمع فلوس، فزي ما بيقولوا كده بالعربي لبس في حيطة. انا مش الشخص يعني، يمكن حمادة عمل كده لان هو كان هو يعني مع قراءة القرآن ديت لينا كلنا عادي يعني، انما انا مش قاعد اطرد عفريت دلوقتي. حمادة هو يمكن اللي كان متعامل في القصة دي يعني. لا الجلابية طبعا. كانت يعني القاضي كان بيبقى اصله يعني بالشعره، يعني اللي هو لازم يبقى لغه الجسد عنده مظبوطه جدا، طريقه الكلام يعني. لما حسن كان فاكك وكان بيهزر وبتاع، دي حاجه ودي حاجه تانية. طبعا كانت اريح. كانت اريح بلبس عادي. طبعا. احتمالات يعني مطروحة.
ولكن يعني يعتمد على النص اللي جاي. ما فيش مناوشات مع حد، انا ما جبتش سيرة حد اصلا. طيب وايه المشكلة؟ طب وايه المشكلة؟ انا عندي معجون جايبه اهو، تحب اوريه لك؟ انت بتكلميني على شخص معين ليه؟ انا مالي، انا ما اعرفوش. انا رايك رأي في مين؟ وانا مالي ب ما فيش عارف الحاجات دي اصلا. طيب كلمه للزعيم عادل امام، كل سنه وانت طيب يا زعيم، وربنا يدي لك الصحه وطوله العمر وتمتعنا بفنك اكتر واكتر. طب اخر سؤال، المهرجانات ليه مش حريص ان انت تحضر مهرجان السينما ومهرجان؟ اخر مهرجانات كنت بحضرها لصديقي الله يرحمه الدكتور عزت ابو عوف، بعد كده ما خلاص مش حابب خلاص، مش لا بتيجي مش حابب. يمكن المداح الجزء الثالث. لسه 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 لسه.